مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معنا خبر خاص بوزارة الكهرباء والطاقة بتتحول لوزارة مميكنة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بجميع القطاعات الدولة لميكنة الهيئات والمؤسسات الحكومية لتحقيق خدمات أفضل للمواطن. ولتفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، تحيات لحضرتك وتحيات متابعين الكرام. تحياتنا لحضرتك في البداية طبعا. خلينا نعرف من حضرتك طبعا أهم الخطوات اللي تمت من جانب الوزارة في مجال الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي. هو طبعا احنا يعني ده في اطار التحول الحكومه كلها لتقديم الخدمات بطريقه الكترونيه، والهدف هنا طبعا تسهيل تقديم الخدمه وسرعتها والدقه الخاصه بيها. ويمكن في الاطار ده احنا بدانا في اول حاجه التحول بالنسبه للعدادات بصفه عامه من العدادات التقليديه اللي هي بالبكره والمحتاجه فواتير والقراء والحاجات ديت، القصه اللي احنا عارفينها كلها، الى العدادات اللي هي الالكترونيه او المتطوره سواء مسبوقه الدفع او العدادات الذكيه. وبدانا نطور كمان في تقديم الخدمات المتصله بيها، كمان في نفس الوقت الجزء الخاص بتقديم الخدمات بقى نفسها عن طريق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، عن طريق التطبيقات المختلفة الإلكترونية. الهدف منها أول حاجة تقديم الخدمة زي ما قلنا بطريقة سهلة، وكمان التواصل مع المواطنين وتبقى فيه طرق سريعة ومبسطة وميسرة بالنسبة للمواطنين. وكان آخرها هو طبعا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، طبعا تم إطلاقها عشان تغطي تقريبا كل الخدمات اللي متصلة بالمواطنين، وتبدأ طبعا يعني من بداية من التقدم للطلب تقديم التوصيل تيار كهربي أو العداد أو تحويل ملكية العداد، كل ما يتصل بالعداد من تقديم قراءات، دفع فواتير، استعلام على الفواتير، كل ما يتصل بالعداد او الخدمات اللي هي بيحتاجها المواطن تبقى في المنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء. والتسجيل فيها بيبقى بسيط ومجاني ومؤمن، تامين عالي جدا طبعا. وكمان في نفس الوقت في تطبيق مرتبط بيها، مرتبط من المنصه اسمه خدمات الكهرباء الذكيه. التطبيق دوت فيه نفس الخدمات اللي هي بيقدمها المنصه. هي الخدمات طبعا تم تفعيل بعضها يمكن بيصل الى حوالي 17 او 18 خدمه، وجاري تطبيق بعض الخدمات الاخرى الاضافيه، واحنا على طول بنطور فيها. يعني كل ما بيبقى فيه خدمات محتاجينها المواطنين لتسهيل تقديم الخدمه ليها بنقدم عليها. الحاجه الثانيه كمان الجزء الخاص بي كمان ان ممكن بطريقه برضو الكترونيه حتى العدادات اللي هي القديمه، اطلقنا برضو برنامج قراءه موحد علشان برضو اخذ القرايه بطريقه برضو في صوره وبتتنقل بطريقه الكترونيه سريعه على طول لمراكز جمع القراءات علشان يبقى فيها دقه. ومؤخرا كان برضو يعني في مجهودات وتم التعاقد مع البنك الاهلي وبنك مصر وبعض المقدمين للخدمه اللي هي مسبوق اللي هي المراكز الدفع الالكتروني علشان يبقى في اجهزه ممكن تنتقل الى المواطن نفسه في المكان سكنه سواء لدفع الفواتير او حتى لشحن العدادات اللي هي مسبوق. طب في حاله تركيب عداد، يعني لو في حد محتاج ان هو لسه يركب عداد او يعني قياسات الاحتياج للاطلاع على المستندات المطلوبه، ده نعمله ازاي؟ هو طبعا التقديم في الاول بيبقى الكترونيا، حتى الاوراق بتبقى بطريقه الكترونيه، يعني بياخد فيها صور للعدادات للاوراق، وحتى بيبقى فيه على المنصه في مساعد افتراضي اسمه نور. المساعد الافتراضي دوت وظيفته هو برضو الكتروني، بيبقى مبرمج بحيث ان هو يجاوب على كل اسئله المواطن من ناحيه
طب انا عايز اقدم على العداد اعمل ايه؟ يقول له صور كذا، اعمل كذا، ادخل سجل في الخانه كذا. هو طبعا بعد ما بيسجل على المؤسسه الالكترونيه خدمات الكهرباء، التقديم بيبقى بيطلب منه اسمه، رقم تليفون عشان يبقى فيه وسيله التواصل، وصوره البطاقه. لما بيخش بقى على بيختار الخدمه اللي هي محتاجها، لو هو عايز يقدم على عداد بيبقى فيه بعض الاوراق المطلوبه، سواء الحاجات اللي هي المستندات المطلوبه بيصورها وبيدفعها على المنصه، صوره البطاقه، صوره العقار من الخارج، كل الحاجات دي كلها اللي هي المتطلبات الخاصه بالتقديم على العداد. وبعد كده بيتم التواصل معاه عن طريق التليفون علشان تحديد ميعاد بتاع المعاينه، وبعد كده المعايسه، ويعني بتبقى تاخد الاجراءات كلها بتبقى الكترونيه. طيب يعني احنا يا دكتور مع اطلاق المنصه الالكترونيه مش هيكون في تعامل بشكل مباشر ما بين المواطن واي موظف؟ هو طلع طبعا في هي احنا بنتكلم على تقديم الخدمه نفسه. التواصل بيبقى الالكتروني دوت علشان يبقاش فيها نوع من التاخير او نوع من او كل المعلومات كلها واضحه. انما طبعا في طبعا العنصر البشري بيبقى مهم موجود والخبرات موجوده بتاعته، ولكن بدايه الخطوات اللي موجوده زي ما بدانا نتحول العدادات اللي هي من التقليديه العدادات اللي هي مسبوقة الدفع، بقى ما فيش احتياج اللي يبقى فيه قارئ يبقى موجود، بس في نفس الوقت في ناس بتمر على العدادات، في ناس بتحتاج ان هو يفحص العداد لو في اي مشكله. نفس برضه تقديم الخدمه في مراكز خدمه العملاء، في الجزء الخاص بالتقديم او الاوراق او استكمال بقى الحاجات اللي هي الاوراق المطلوبه او الحاجات اللي هي المطلوبه، كل الحاجات دي كلها بتبقى فيها جزء عنصر بشري. ولكن احنا بيبقى معظم اللي بيقوم بالخدمه بيبقى جزء الكتروني، سواء تقديم الاوراق، دفع الرسوم، المقايسات، كل الحاجات دي كلها بتبقى الكترونيه. تمام. طيب خليني اسال حضرتك كمان، يعني الاليات اللي اتخذتها الوزاره لكشف اي تلاعب في عدادات الكهرباء وكشف سرقه التيارات الكهربائيه؟ هو طبعا دي من ضمن التحديات اللي احنا بنواجهها، موضوع سير التيار الكهربي او يعني الحصول على تيار كهربي بطريقه غير قانونيه. احنا عندنا في اول حاجه شرطه الكهرباء، مباحث الكهرباء بتقوم بدور مهم جدا. كمان في التبطئه القضائيه لبعض القيادات والافراد في شركات التوزيع. كمان في نفس الوقت على رقم 121 اللي هو الخط الساخن خاص بالتواصل مع المواطنين وبالنسبه للكهرباء، في خدمه للابلاغ عن مسيره التيار الكهربي من المواطنين، وفي جزء يعني بيبقى في تفاعل ايجابي جدا من المواطنين، وبيتم التوجه للمكان الخاص اللي حصل فيه التعدي او السرقه، وبيتم عمل محضر سرقه. وكمان بيبقى فيه تصوير علشان يبقى الموضوع ما يبقاش يعني الاجراءات كلها ما تبقى في ممكن تبقاش صحيحه او مش دقيقه، لا يبقى كل حاجه مسجله علشان يبقى فيها اطمئنان ان ده فعلا الوضع الواقعه حقيقيه. وكمان في نفس الوقت يمكن احنا اوكلنا برضو المرور على العدادات اللي هي مسبوقه الدفع على شركه شعاع اللي هي بتقوم بقرايه العدادات، علشان التاكد ايضا من عدم التلاعب في العدادات اللي هي مسبوقه الدفع، لان بيبقى في تلاعب ايضا في العدادات مسبوقه الدفع. فبنتاكد من عدم التلاعب وان العداد بيقوم بوظيفته، يعني يبقى ما يبقاش بايظ او اي حاجه. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.